عايز اتكلم مع حضراتكم عن مباراة الاهلي، مباراة مهمة ومباراة صعبة جدا جدا، خصوصا ان معظم هؤلاء اللاعبين هم اللي حطوا نفسهم. انا دايما احب اتكلم عن اللاعبين سواء ايجابا او اي حاجة تانية، فهنا انا وجهة نظري ان هؤلاء اللاعبين حطوا نفسهم في هذا الضغط اللي احنا شايفينه دلوقتي. حضرتك كلاعب مطالب ان شاء الله يوم السبت القادم ان تبذل، انا عمري ما اقول نتيجة ابدا، عمري ما اقول لك روح اكسب، اتمنى ان انا اكسب واتمنى ان انا افضل اكسب على طول، ولكن مطلوب منك ان انت تغير الشكل اللي احنا شفناه امبارح. امبارح من ضمن الامور اللي اتقالت مثلا كان معايا الكابتن عادل طعيمه، قال لي يا اسلام احنا عندنا مشكله في ان احنا مفيش قتال في الملعب. فده اللي احنا عايزين نشوفه يتغير عن امبارح في مباراه يوم السبت اللي جاي، ما هي اول مباراه هي مباراه يوم السبت اللي جاي. وخد بال حضرتك ان مباراه السبت اللي جاي دي الفريق خسران من شباب بلوزداد 3-0، فعايز يكمل، فهتلاقي فريق قوي، فريق واقف على رجله. مباراة قوية الفوز فيها مهم كمان، يعني بعيدا بقى عن كل ده الفوز الثلاثة نقاط مهم جدا لضمان صدارة المجموعة. عندما تسأل من سيفوز في هذه المباراة، سألت أي حد هيقول لك الأهلي أقرب، صح؟ لأنه تاريخ المواجهات ودايما في صالح النادي الأهلي، ولكنها مباراة صعبة. أنا كلاعب حطيت على نفسي ضغط بالتعادل، هتقولي بالتعادل بتاع سموحة، هقولك مش بالتعادل، التعادل ممكن يحصل وأنا في أفضل حالاتي ما عنديش مشكلة ساعتها، وهو ده الفرق دايما ما بين جمهور الأهلي وأي حد تاني. ساعتها جمهور الأهلي بيعمل إيه؟ بيسقف لك، بيقول لك الله ينور عليك، بس يبقى في روح قتالية وواقف على رجلك بتموت نفسك، بس الكرة مش عايزة تخش جول، خلاص ساعتها جمهور الأهلي واعي وبيرى هذه الأمور بشكل جيد جدا. فأنت عمري ما أقول، أنا شخصيا عمري ما أقول لحد من اللاعبين يا جماعة أنا عايزكم يوم السبت إن شاء الله شوفوا عايزين هنكسب كام، عمرها ما هتحصل دي، لأنه كل اللي بيطلب إن هو روح مختلفة عن مباراة سموحة، روح مختلفة عن مباراة مديامة، على الرغم من أن أنا فزت أهو في مباراة مديامة، عايزين الروح اللي هي بتاعة الشوط الثاني في مباراة مديامة، عايزين الروح بتاعة المباريات اللي كنا بنشوفها دايما السنة اللي فاتت والسنة دي في أولها لكل لعيبة النادي الأهلي وللجهاز الفني وللجهاز الإداري كل الناس. عشان كده وكابتن خطيب النهاردة عمل هذا الاجتماع عشان يسأل هذا السؤال، هو الله هو التباين في المستوى، هم نفس اللعيبة، التباين في المستوى ده من إيه؟ بالعكس اللعيبة ريحت، خدت راحة 3 أسابيع على ما أتذكر، وبعدين رجعنا عملنا فترة إعداد يعني معقولة ودخلنا على المباريات. هي المباريات مضغوطة أكتر شوية، ما هو لازم نقول اللي لينا واللي علينا، المباريات مضغوطة أكتر شوية عن السنة اللي فاتت، أكتر كتير، أكتر 20 يوم أو 25 يوم، يعني السنة اللي فاتت أنا لعبت 13 مباراة، السنة اللي فاتت في أولها لعبت 13 مباراة في 70 يوم، السنة دي بلعبهم في 50 يوم أو في 55 يوم. فده يفرق مع الفرقة؟ يفرق، اليوم بيفرق، الساعة بتفرق. وشوف كم السفريات فيهم قد إيه. ربنا يسهل ونجد شكل مغاير للنادي الأهلي يوم السبت اللي جاي، وده اللي احنا بنطلبه من اللعيبة.